شوط الإقذاع ينطلق هذا الشوط في هذا الميدان الكبير وفي هذا المهرجان الكبير. الشوط الأول غادر مع الشاهينية لهجن العاصفة، وشوط آخر ينطلق يحمل لنا في طياته البكار أيضا المهجنات. تمنياتنا دائما وأبدا للجميع مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع بشاير. بشاير على المركز الأول لهجن الرياسة متابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع المركز الأول، تليها مباشرة من الزاوية الصعبة الشاهينية لهجن العاصفة، وغياث الهلالي هو المتابع لهذه الشواهين المنطلقة في الأشواط الرئيسية. بينما الدخول والتحدي أيضا من أوهقة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان بسيف الغويص في عملية التضمير والمتابعة. يا سلام، تدخل قوي وتحدي من وصايف المنطلقة التي تبحث عن الناموس وعن التحديات. وصايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير. دور المركز المتدخل من الزاوية الأخرى. يا سلام، الدخول والإثارة من هذا الشعار الكبير، وهنالك وصول من الواعية لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن مخيت المزروعي في عملية المتابعة والتضمير. أنتقل إلى الأسماء الأخرى، انتقل هنالك الى جنان لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال نهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي في متابعه هذا الاسم الرائع. دخول وتحدي ايضا من ضمن هذه الاسماء، الوصول من قبل مزنه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري في عمليه التضمير والمتابعه. هذه هي الثمانية المراكز المتقدمة، كذلك وصول والتحدي من هذه الشواهين المنطلقة الباحثة عن الناموس. شاهينية وصلت، وكذلك تدخل من شاهينية أخرى بهذه المسار وبهذه الخطوات الناجحة لهجن العاصفة. غياث الهلالي هو المتابع لهذه الشواهين المنطلقة. هكذا مسيرتنا تسير، والعشرة المراكز الأولى المتقدمة. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، نعود مع الصدارة. هناك بشاير مع المركز الأول، بشاير لهجن الرياسة. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هو متابع، هو مضمر لهذه البشرة الناجحة. المركز الثاني إنها وصفة النواميس، هذه وصايف الواصلة والمنطلقة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري في متابعتها. يا سلام، الدور المركز الثالث، الدور الشاهينية لهجن العاصفة. غياث الهلالي في المتابعة. يا سلام الشاهينية ووصول وتحدي من جنان لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل سيف آل نهيان هنالك مع التحدي مع الإثارة والمتعة. يا سلام، الوهيبي في المتابعة هنالك مع التحديات. علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية المتابعة. شاهينية أخرى على المركز الرابع، شاهينية أخرى وصلت لهجن العاصفة. وغياث الهلالي هو المتابع لهذا اللون الملكي، لهذا اللون المنجز، لهذا اللون الناجح مع التحديات. المركز الخامس الوصول أيضا، أو السادسة الوصول من الطويلة، هو الإذاعة الطويلة الواصلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في عملية التضمير. يا سلام وصول من الواعية. يلا يا ابو خلفان، يلا يا اخوي احمد. هذا الشعار الناجح، وهذا الشعار الكبير الذي له ذكرى خالدة. وصل بكل قوة، وصل مع التحديات، وصل مع الواعية لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان
المزروعي في المتابعة. وصول وصول من وعد، يلا يلا يا وعد، وصلت وعد، وصلت وعد، وصلت الأسماء، وصل بالزيتون، وصلت الرياسة، دخول وتحدي أيضا من هذه الشواهين شاهينية أخرى، وصلت بكل قوة لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة، بينما على المركز العاشر أو تسللت إلى التاسع هناك اللي هي ميزة ميزة راي علي هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة. هكذا مسيرتنا تسير، هكذا المسيرة تسير، هكذا التحديات. كيلو ونصف يا مضمرين يا فطاحلة يا خبراء عن خط النهاية، عوده 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 مع المركز الأول، عوده مع بشاير، عوده مع الشاهينية، عوده مع الرياسة، عوده مع العاصفة، عوده مع التحدي الثنائي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تسللت الشاهينية، تسللت الشاهينية إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول بهذه الخطوات الواثقة. ما شاء الله، انطلاق تلقائي، انطلاق رائع ومميز مع الشاهينية، مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى. كيلو المتر النهائي اخواني، كيلو ما بعد الا الناموس والتحديات، كيلو النهاية، كيلو النهاية، الشاهينية، 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 هجن العاصفة، غياث الهلالي، وفي المركز الثاني، وفي المركز الثاني، بشاير، بشاير، بشاير يا العملاق، العملاق عملاق، العملاق عملاق، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الآن الثاني يتسلل، وصلت الشاهينية، ووصلت جنان، وصلت الشاهينية على المركز الرابع والخامس، وكذلك هنالك الوصول من قبل ميزة ووصول من وعد على المركز السابع. وين الناموس؟ وين وين الناموس؟ وين اللي بيحرك اللي بيستعد؟ الرياسة، 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 بشاير والشاهينية على المركز الثاني والمركز الثالث. هنالك وصلت جنان لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، كذلك المضمر علي بن سعيد بن مبروك، ولكن عودة 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 مع هذا اللون الأحمر، سلام بلون الذهب، سلام بلون الذهب، سلام بلون الفضة، سلام بلون التحدي، سلام للرياسة والعاصفة والأسماء الكبيرة العملاقة. ولكن ماذا هناك؟ إنها بشاير والشاهينية قادمة، بشاير والشاهينية قادمة، العملاق العملاق العملاق، تهانينا والناموس، العملاق عملاق يا إخواني، العملاق عملاق يا إخواني. كفو يا أبو محمد، كفو، كفو يا أبو هند، كفو. المركز الأول مع الرياسة، المركز الثاني والثالث مع العاصفة، المركز الرابع مع الرياسة، المركز الخامس والسادس والسابع مع العاصفة. ما شاء الله، تحدي ثنائي، تحدي وناموس، ولكن في اللحظات المطلوبة إنها بشاير، إنها بشاير النواميس. تهانينا 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 تهانينا، أقولها وأكررها وأنا كلي فرح، هذه بشاير الخير، هذه هجن الرياسة، هنالك سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ما شاء الله، مع الشوط الرئيسي للمهجنات هذه لحظات الوصول، وهذه هي بشرى الخير، تحمل لنا اسم بشاير الخير، تحمل لنا هذا الشعار الغالي على قلوبنا جميعا، شعار هجن الرياسة، لحظات الإعادة والتوقيت الزمني المرافق لهذا الشعار مع خط النهاية، هذه لحظات الإعادة مع مخرجنا العزيز القدير. ما شاء الله، هذه لحظات الفوز، هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، هجن الرياسة وبشاير مشكور سلطان محمد بن سالم الوهيبي، لحظات التوقيت الزمني الواضح الآن عبر الشاشة الناقلة، 9:04:03 من الثواني. تهانينا لبشاير والتهاني لهجن الرياسة، والشكر موصول سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني، تهنيتنا على هذا الفوز، 9:05 وفاء وتماما، تهنيتنا أيضا لهجن العاصفة، والشكر موصول لغياث الهلالي على هذه المتابعة. والمركز الثالث، هذه لحظات التحدي والإثارة، التوقيت الزمني 9:05:05، التهنية موصولة لهجن تهجن العاصفة وغياث الهلالي، هو المتابع مع المركز الثالث. تهنينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية ميدان الوثبة عبر انطلاقة هذه الأشواط هجن